قبل فترة كنت في المدينة المنورة في رحلة عمرة، وطبعا البروع على المدينة المنورة لابد انه يمر على الحجرة الشريفة في المسجد النبوي الشريف، حجرة السيدة عائشة اللي فيها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر الصحابة ابو بكر عمر رضي الله عنهم. هلا لما وصلت الحجرة الشريفة وبتذكر كان وقتها وقت صلاة الظهر، وطبعا عند وقت صلاة الظهر عادة بتكون الزحمة خفيفة يعني، رحت فوقفت امام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقفت امام القبر، فما بعرف يومها شو اللي خطر في بالي، اتذكرت قصة كنت سمعها زمان يعني عن قصة سرقة جثمان للرسول صلى الله عليه وسلم، ان في ناس يعني حاولوا يسرقوا جثمان الرسول واقتربوا من الجثة، بس احداث القصة غايبة عن بالي يعني مش متذكر الاحداث. طيب هلا انا شو عملت؟ في شيخ بيكون دائما واقف قدام القبور، مهمته نصح وتفهيم الناس اللي بيوقفوا قدام القبور، او الناس مثلا اللي بيعملوا اشي غلط في الدين او بيعملوا بدع او بيجاوب على اسئله الناس. فمتى استثمرت الوضع انا، فشفت الشيخ وسالته، والله يا شيخ بتذكر اني سمعت قصه عن ناس حاولوا يسرقوا جثمان الرسول صلى الله عليه وسلم، فشو الموضوع يعني شو القصه الصحيحه؟ حكى لي اسمع احكي لك شو الموضوع. في ليلة من الليالي كان السلطان محمود نور الدين زنكي نايم، فشاف رؤية أفزعته، شاف الرسول صلى الله عليه وسلم بيشاور له على رجلين شقر وبيقول له أنقذني من هذين الرجلين يا محمود. فقام نور الدين زنكي خايف ومرعوب من المنام، وقام توضى وصلى ركعتين لحد ما طابت نفسه وهدي ورجع مرة تانية ونام. تاني يوم إجا نفس الرؤية ونفس المنام، الرسول صلى الله عليه وسلم بيشاور له على نفس الرجلين اللي شافهم بالأمس وبيقول له أنقذني من هذين الرجلين يا محمود. قام مرة تانية مفزوع وخايف وتوضى وصلى ركعتين ورجع نام. ثالث يوم اليوم الثالث شاف نفس الرؤية، الرسول صلى الله عليه وسلم بيشاور على نفس الرجلين وبيقول له أنقذني من هذين الرجلين يا محمود. هون ساعتها خلاص نور الدين زنكي قال والله ما هذا إلا حق ولا نوم بعد الآن، فقام وانتظر في محرابه إلى أن طلع الفجر. لما طلع الفجر جمع علماء الشام وحكى لهم قصته وقال لهم أنا صار لي 3 أيام بشوف كذا وكذا 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 في منامي، وقال لهم وصف الرجلين اللي بيشوف المنام، قال لهم رجلين أشقرين في زي مغربي. فحكوا له العلماء اعرف يا نور الدين ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان جاءك في المنام فهو حق، وان الشيطان لا يمكن ان يتمثل في صورته في المنام قطعا، واللي احنا شايفينه بصراحة ان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذى عند قبره. فنادى وزيره ومستشاره التقي جمال الدين الموصلي وحكى له كيف ممكن نحبك هذا الموضوع وشو نسوي في هيك حالة. فحكى له جمال الدين انا اللي بشوفه انك تكتم الموضوع عن الناس، تخبرش حدا، واخرج مباشرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحمل معك أموالا طائلة، روح وزعها على الفقراء والمساكين والتقي بالناس الأغنياء والأشراف، ولابد أنك تلتقي بالرجلين اللي بينطبق عليهم الوصف اللي شفته في الرؤية. أنتم مركزين معي؟ السلطان نور الدين زنكي وين؟ في الشام، وبده ينتقل لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدينة المنورة، بده يقطع هذه المسافة. وبالفعل انطلق السلطان نور الدين زنكي من الشام إلى المدينة المنورة وقطعها في 16 يوم. اول شيء عمله لما وصل المدينه المنوره دخل الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسجد النبوي، وصلى ركعتين، بعدين قام وانطلق صوب القبر ووقف امام الرسول صلى الله عليه وسلم، فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم على الصحابه، بعدين رجع وقعد وقعد يفكر ويتدبر من وين ابدا الموضوع وكيف ابدا تحقيقاتي وشو اسوي. في ذاك الوقت كان مستشاره جمال الدين الموصلي في وسط المدينه واقف وبدا ينادي الناس، ايها الناس أيها الناس، السلطان نور الدين وصل إلى المدينة ليوزع أموالا على الفقراء وليلتقي بالأغنياء وأشراف المدينة وكل أهلها، وطبعا عزم عليهم وأصر عليهم أنهم يحضروا هذا اللقاء مع نور الدين زنكي. طبعا الغاية من ذلك أن نور الدين زنكي لما يلتقي بالناس ينظر في وجوههم ويطلع عليهم لحد ما يرى الرجلين اللي شافهم في منامه وبينطبق عليهم الوصف اللي هو بيعرفه. وبالفعل حضر الناس كلهم، أغنياءهم وفقراءهم وكل الناس حضروا، بس ما حضروا الرجلين اللي بينطبق عليهم الوصف. فنور الدين سأل هدول كل أهل المدينة؟ فحكوا له هدول كلهم. قال تدبروا وتفكروا يعني روحوا تأكدوا انه معقول فيش حدا في المدينة؟ قالوا له يا مولاي السلطان، هناك رجلين صالحين زاهدين قد جاءوا الحجرة الشريفة وهما يقيمان بجانبها دائما، ولكنهم يعني بيحتاجوش لا مال ولا صدقة، بل بالعكس هم كثيرين الصدقة على الفقراء. فاستبشر نور الدين وطلبهم مباشرة ليحضروا أمامه، فلما حضروا شافهم نظر إلهم نور الدين فبكى بكاء شديد وقال اللهم صل على محمد، هما والله هما. وقال لهم وين بيتكم؟ فدلوه فانطلق معهم إلى البيت ودخل البيت وقعد يدور جوا البيت وينبش كل إشي، فما لقي إلا مصحف وشوية كتب وأموال وفيرة، بس ما استسلم، ضل يبحث ويبحث ويبحث لحد ما دخل على إحدى الغرف فشاهد حصيرة، فرفع الحصيرة كانت الصاعقة
لقي سرداب طويل تحت الأرض. سرداب تحت الأرض، فارتعبوا الناس وفزعوا وخافوا الناس اللي كانوا موجودين في المكان. نزل السلطان نور الدين زنكي بنفسه، ضل يمشي 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 لحد ما وصل لجدار القبر الشريف. هون انأخذوا الرجلين على التحقيق، وفي التحقيق اعترفوا بكل إشي وقالوا إنهم اثنين من نصارى المغرب، وجندوهم ملوك النصارى لأنهم يقوموا بهاي المهمة، وإنهم كانوا في كل ليلة يحفروا في السرداب ويوسعوه ويتوغلوا فيه حتى يوصل من الحجرة اللي هم ساكنين فيها إلى القبور الشريفة. وبيقولوا إنهم في اليوم اللي وصلوا فيه لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وضربوا أول فاس في القبر، أبرقت السماء وأرعدت رعدا شديدا، فخافوا وفزعوا وقاموا هربوا من المكان. وفي النهاية أمر السلطان نور الدين بأنهم يعدموا الاثنين على باب الحجرة الشريفة. ووقت الإعدام كان نور الدين بيبكي بكاء شديد لما اختصه الله لهذا الشرف العظيم. ومن يومها أمر نور الدين زنكي بأن يبنى سور حول القبور الشريفة، هذا السور من الرصاص المتين الغير قابل للاختراق، حتى لا يجرؤ أحد على استخدام هذا الأسلوب مرة ثانية. بالمناسبة يا جماعة، في التاريخ في 5 محاولات لسرقة جثمان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هاي أشهرها. وفي أكثر من واحدة كان يوصل للقبر وكانت تصير البر والرعد في السماء اللي حكينا عنه وصير رجفة في الأرض. يعني أكثر من واحد حكى نفس الكلام في أزمان مختلفة وقصص مختلفة، وهذا دليل على أن حفظ الله سبحانه وتعالى لجثمان الرسول صلى الله عليه وسلم هو معجزة بحد ذاته. يحل الغرف حصيرة، فرف الحصيرة ويقع الآتي، وكانت الصاعقة وكانت الصاعقة لحد ما وصل لجدار القبور الشريفة. غلط، أنا بألف. أوه بروز، إيش بدك أنت تاني؟ طيب سبسكرايب لعيون عز الدين يا جماعة، أقسم بالله جنني. سبسكرايب.